مسألة تحقيق الاستقرار في ليبيا أصبحت ضرورة حتمية. تحدثنا عن هذا في يعني كثير من المناسبات منذ بداية يعني الحوار أو ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر 2020، وتحدثنا أن المجتمع الدولي له جدية واضحة فيما يتعلق بمسألة تحقيق الاستقرار في ليبيا وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا طبعا عبر عليه وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكن، وتحدث أن مرحلة الاستقرار القادمة أصبحت ضرورة، وهذا سيد محمد بتكامل دعني يعني أقاطعك هنا، سواء كان جانب قضائي. هل يمكن الحديث عن جدية من قبل واشنطن عندما تقول بأن مرحلة إنهاء الصراع ستمتد ل10 سنوات؟ لا يعني لو سمحت فقط أكمل ما بدأت به، لأن يعني فيه إجابة لهذا السؤال. تفضل. مسألة سن قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا أو قانون دعم الاستقرار في ليبيا الذي صوت عليه مجلس النواب ويعني اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي هي دلالة واضحة المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وهذا طبعا تم حتى يعني سنه في قرار مجلس الأمن الدولي 2570، اتفاق جنيف، اتفاق برلين، كل هذه يعني الحزمة بالكامل تمثل ما طرحه السيد أنطوني بلينكن فيما يتعلق بمسألة تحقيق الاستقرار في ليبيا وفي بعض الدول الأخرى وخصوصا الدول الأفريقية التي عاثت فيها روسيا بإدخال مرتزقة من الفاغنر ومرتزقة آخرين من يعني الدول الأفريقية الذين تم تجنيدهم على الأراضي الليبية وتحديدا في قاعدة الجفرة. النقطة الأخرى وهي تتعلق بتقارير خبراء مجلس الأمن الدولي. هذا التقرير يضم أكثر من 555 صفحة، تم فيه تدوين كل الانتهاكات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بنهب الثروات الليبيين ويعني إرسالها إلى الخارج، وأيضا فيما يتعلق بانتهاكات الهجرة الغير متعلقة بهجرة غير شرعية، وأيضا الدول التي تورطت بشكل مباشر خصوصا في يعني دعم الحروب وإدخال المرتزقة من كل حدب وصوب. هناك جدية واضحة، هذه الجدية تعمل عليها من خلال المساعي الحميدة التي تقوم بها السيدة ستيفاني ويليامز، وهي لا تنفذ مبادرة يعني تخصها في شخصها، وإنما هذه المبادرة تمثل رأي المجتمع الدولي. الآن المجتمع الدولي الكل يدعم مبادرة السيدة ستيفاني ويليامز، هذا رأيناه واضح من خلال تصريحات مندوبي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، عدا طبعا دولة روسيا التي تعاني اليوم العزلة سياسيا ماذا عن واقتصاديا الداخل الليبي؟ وأيضا عسكريا. الداخل الليبي الآن كل الطبقة السياسية ساهمت مساهمة مباشرة في عدم خوض انتخابات حرة ونزيهة في 24 من ديسمبر الماضي، وهذه الطبقة الآن أصبح الليبيين يمقتها ولا يعني يضع فيها أي ثقة فيما يتعلق بمسألة تحقيق الاستقرار في ليبيا. هذه الطبقة السياسية تورطت في نهب المال العام، تورطت حتى في جلب المرتزقة والقوات النظامية والقوات الأجنبية إلى داخل ليبيا. هناك كثير من القواعد العسكرية والمعسكرات اليوم تحتلها دول أجنبية، هذا طبعا وفقا لتقارير خبراء مجلس الأمن الدولي وأيضا خبراء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. اليوم أصبح الليبيون والملف الليبي أمام خيار وحيد، هو خيار الاستقرار وتحقيق الاستقرار، ولا أعتقد أن يعني خلال المرحلة القادمة هناك متغيرات، هذه المتغيرات متغيرات ضخمة جدا على مستوى التحالفات سنتحدث عن الدولية. ذلك.